مستويات قياسية جديدة، أهلا وسهلا فيك أولا. شكرا. مستويات قياسية عدنا إليها يعني من قبل الثورة 25 يناير، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه المستويات؟ أهميتها أولا بالنسبة للسوق، وما الذي دعم فعلا؟ هل هي فقط المشتريات من قبل العرب والأجانب أم استمرار الثقة بالنسبة للدستور والاستفتاء عليه؟ بداية أنا أحب أن أعلن عن سعادتي الشديدة أن أنا معكم هنا في دبي لأول مرة، ومؤشر سوق المال المصري بيحقق أعلى رقم له في 2013 وأعلى رقم له من 24 يناير 2011 منذ ثورة 25 يناير. إحنا قفلنا يوم 24 يناير 6696 نقطة، النهاردة تخطناها 6720 نقطة. مجموعة عوامل أدت إلى هذا. إحنا في البداية كان لينا هنا انفراج معاكم في CNBC عربية في شهر 9، توقعنا أن إحنا نوصل لمستوى 6700 نقطة قبل نهاية العام. صحيح. وقلنا كمان في حلقة تاريخية أن عام 2014 هيبقى في سيناريو مشابه لعام 2007 في البورصة المصرية والبورصات العالمية. هنبدأ نحلل هذه الأرقام معا. بداية بدأ يحصل استجابة كبيرة للأخبار الإيجابية اللي في السوق. البنك التجاري الدولي وهو يحتل أعلى وزن قام بدور كبير جدا في رفع المؤشر الألف نقطة الماضية. بدأ يستلم منه في الوقت الحالي قطاع العقارات وقطاع الاتصالات، دول الدور عليهم أن هم يقوموا بمهمتهم في رفع المؤشر مرة أخرى. ولكن ونحن في الأسبوع الأخير قبل الأخير لعام 2013، الأسبوع الجاي تقفيل ميزانيات، تقفيل صناديق ومحافظ، أتوقع أن السوق يمشي في الاتجاه العرضي في هذه المنطقة في الوقت الحالي، مع زيادة نسبة مساهمة المؤسسات في التداول زي ما شفنا النهاردة. نسبة المؤسسات عالية قوي في التداول، وهذا كان ملفت نوعا ما يعني أستاذ وائل، يعني 95% يمكن المؤسسات كانت تعاملاتها بالسوق كان نسبتها كبيرة لسببين، أن كان في تعامل سندات في حدود 400 مليون جنيه النهاردة في جلسة اليوم، بجانب أن مع نهايات السنة بتلجأ الصناديق والمحافظ إلى تحويل بعض الأرباح الدفترية إلى أرباح نقدية بأن هي تقوم بتسهيل بعض مستثمراتها، بيحصل عمليات نقل ملكية في بعض الأسهم الكبرى ما بين الصناديق وبعضها لمعادلة النسب وتظبيط النسب، لذلك هنلاقي نسبة المساهمات للمؤسسات هتبقى عالية. ولكن ليا ملاحظة على مؤشر سوق المال المصري، رغم أن احنا بنقول احنا محققين أعلى رقم في 3 سنين، ولكن المؤشر المظلوم اي جي اكس 70 بعيد قوي عن أعلى رقم في 3 سنين. يعني مؤشر السبعين في 24 يناير 2011 كان 690 نقطة. احنا النهاردة بنتكلم في 535 نقطة. يعني ما زال في مساحة كبيرة جدا تتحرك فيها بقى الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وده اللي هيبدأ الموجة الجاية يستفيد منها المتعاملين، إنها تبدأ الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتحرك بشكل اسرع من تحرك المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30. يعني ممكن نلاقي المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بيطلع 1% والاسهم الصغيره المتوسطه بتطلع 5% و10%، ودي الموجه اللي جايه. 2014 هيبقى في سيناريو حلو جدا للبورصه المصريه. احنا في 2007 فتحنا السوق ب 2700 نقطه، قفلنا ب ب 7000 نقطه في 2007، فتحنا ب 7000 نقطه قفلنا ب 11000 نقطه. هذا السيناريو سيعاد تكراره في 2014. هنلاقي ان مؤشر المال سوق المال المصري هيفتح في مستوى 7000، انا بتوقع ان هو يصعد بشكل كبير بعد ان احنا نبدا نحط دعائم الدوله المصريه. تبدا خريطه الطريق بالدستور، سيليها هيبقى في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وحكومة. هذه القواعد الأربعة لم تجتمع في مصر منذ يناير 2011. عندما تجتمع هيبقى لنا شكل تاني. الأربع قواعد: الدستور، رئيس دائم، حكومة دائمة، مجلس الشعب. وده خريطة الطريق اللي هنبدأ تنفيذها إن شاء الله في شهر يناير القادم. لذلك أنا ما زالت عندي رؤية إيجابية، وإن كنت بقول إن إحنا هنمشي من هنا لآخر السنة في منطقة عرضية ممكن يحصل فيها عمليات جني أرباح. نعم. لبعض الأسهم الأصعب. عم نحكي أسبوعين تقريبا عم يفصلنا عن نهاية العام. الأسبوع الجاي هل رح نشوف مستويات يعني عم بيستهدفها الإي جي إكس 30؟ إحنا عم نحكي 6720 أستاذ وائل، لنهاية الشهر قد إيه رح ممكن يستهدف المؤشر؟ ما أتوقعش إنه يزيد عن 6800، يعني أنا بتوقع إنه هنتحرك في حوالي 60-70 نقطة، ولكن الأسهم الصغيرة يمكن تستفيد بشكل أكبر. بعد إغلاق العام ونبدأ العام الجديد إن شاء الله هنشوف مستويات جديدة، وخصوصا إن في تحركات إيجابية على المستوى الاقتصادي. يعني حضرتك لسه جايبين تقرير إن في حزمة التحفيز السنية للاقتصاد اللي هنشرحها مع بعض ونتكلم فيها. الحاجات الإيجابية بدأ السوق يستجيب ليها بشكل كبير. حاجة تانية عايزين نقولها،
مظاهر الاتجاه الصاعد بدأت تبان. ايه هو؟ انه في كل ارتفاع نلاقي احجام تعامل كبيره، في كل انخفاض نلاقي احجام تعامل صغيره. وده اللي حصل الاسبوع الماضي واللي قبليه، ان كان في انخفاضات ولكن باحجام تعامل صغيره، رجع تاني الفلوس تخش في السوق وتطلع. فعدل التراك الصحيح بالنسبه. تمام. نعم. ودي هي بتبقى دايما مظاهر الاتجاه الصاعد في اي بورصه، انه مع كل ارتفاع نلاقي قيم تداول عاليه. نعم. مع كل انخفاض وجني ارباح قيم التداول بتقل وترجع تزيد في الارتفاعات. عمليه التصريح اللي سمعناها من قبل الحكومه حزمه ثانيه استاذ وائل، 30 مليار جنيه تقريبا مقارنه بالحزمه الاولى، كيف تنظر اولا الى عمليه الحزم اللي عم تطرحها الحكومه اليوم، الى اي مدى هي فعاله فعلا؟ بعدنا عم نحكي عن عجز بالميزانيه تقريبا 14، وسمعنا التصريح عم بيقول انه ممكن ينخفض ل 10%. هل مصر قادره فعلا على اتخاذ خطوات لخفض هذا العجز عن نسبه 14%؟ هنشرح الناحيه الاقتصاديه العامه من اكثر من زاويه. الزاويه الاولى برضو كنا معاكم هنا قلنا توقع أن بعد أزمة الديون الأمريكية والأوروبية ستتحول الأموال من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال الاقتصادي إلى الجنوب الاقتصادي. إحنا هنا في المنطقة العربية في الشرق والجنوب الاقتصادي في نفس الوقت. لذلك البورصات العربية بدأت تعكس ده، بدأت تعكس استشعارها أن في استثمارات جاية. إحنا النهاردة بنشوف الدول العربية بورصاتها كلها عند أعلى نقطة من 4 سنين و5 سنين، دبي، قطر، السعودية، الكويت، أبو ظبي. صحيح. المؤشرات كلها بيجيب أرقام ما قبل الأزمة العالمية. في إحساس في المنطقة أن إحنا نستقبل استثمارات. طب في مصر إيه الوضع؟ إحنا عندنا في مصر عجز موازنة كبير جدا. في تصريح لوزير المالية أنه هيقل السنة الجاية، هو حاجة واحدة بس اللي هتقلله، الدعم العربي اللي بنكرر شكرنا لدولة الإمارات والمملكة السعودية وللكويت. الدعم العربي لو قسناه إحنا في حزمة جات لنا 12 مليار دولار، منهم نقدا فقط حوالي 50 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 7 مليار دولار. دي جاية منح ومساعدات بدون اي مقابل. دي هتخش في الموازنه، هتقلل عجز الموازنه اللي كان بلغ 240، فلما يخش عليه 50 مليار جنيه منح ومساعدات اكيد هتقلل العجز ده لوحده. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، الموازنه المصريه عباره عن طرفين، المصروفات والايرادات. المصروفات عندنا 4 بنود رئيسيه. الاجور، وبيحاولوا دلوقتي ان هم يعالجوا هيكل الاجور، بيعملوا الحد الادنى والحد الاقصى. الدعم، والدعم ده هو مشكلة كبيرة عندنا في مصر، دعم الطاقة خصوصا، وبيحاولوا ان هم يشوفوا له حل من حيث زيادة الانتاج، من حيث عمل الكروت الذكية لمحاربة التهريب، من حيث التسعير، لان التسعير عندنا قليل قوي. الحاجة الثالثة عندنا في مصر خدمة الدين العام. احنا خدمة الدين العام ربع الموازنة، فبدأت الحكومة تعمل ايه؟ تقليل سعر الفايدة اللي احنا توقعناه معاكم الاسبوع قبل الماضي، ان البنك المركزي سيخفض سعر الفايده. صحيح. وده اللي حصل، تقليل سعر الفايده يخفض خدمه الدين العام. يبقى دي في جانب المصروفات. جانب الايرادات، الايراد اللي عندنا الرئيسي في مصر الضرائب والرسوم، وده دون المستوى دلوقتي، فهيبقى عندنا المنح والمساعدات هي اللي هتعليها. حزمه التحفيز بقى، هقول جمله كده، كيف نثق في دوله لا يثق فيها اهلها؟ فلازم أهلها الأول يثقوا فيها، أهلها اللي هي الاستثمارات المحلية، إن تبدأ الحكومة تضخ حزمة تحفيز، حزمة استثمار. نعم. في البنية الأساسية دي أولا تجذب الاستثمارات الخارجية. أن أهل الدولة بيستثمروا فيها. لذلك أنا بقول لحضرتك كيف نثق في دولة لا يثق فيها أهلها، لازم أهلها الأول يثقوا فيها. وده اللي بيحصل، إن هم هيطرحوا خطة تحفيز وخصوصا البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات اللي احنا بنتوقع ان شاء الله تبقى استثمارات كبيرة في الفترة اللي جاية.